المرأة الحاملة الإعاقة السمعية ديجا ما تنجمش تبلغ على خاطر آلية من آليات التبليغ هي التليفون اللي احنا يظهر لنا ايفيدون وحاجة واضحة وحاجة بازيك باش احنا نتكلم ونحكي الكل عند شخص ما يسمعش ولا عنده نقص في الصوت حتى كي عنده أباغي أوديتيف راهو سانكرونيزاسيون يصير لهم بارازيت في الصوت ما ينجموش يوجعهم وهذا اللي ما يسمعش اللي عنده نقص فما بالك اللي ما يسمع جملة دونك ما تنجمش تبلغ ك بالتليفون وكي تمشي مش تبلغ في مركز ولا في وحده خاصه على الالاف نتاع المراكز اللي موجوده في تونس والمئات نتصور نتاع الوحدات المختصه ما عنديش الاعداد معناتها مع بالضبط ما ثم حتى حد عنده امكانيه انه يحكي لغه الاشارات ولغه الاشارات بالنسبه للصم هي لغه الام وكيحاولوا يكتبوا كتيبة بشي يفسرولهم حتى كي يعمل شخص يعمل اجتهاد باش يكتب لهم أكثر من تسعين في من الأشخاص اللي حاملين إعاقة سمعية ما يقراوش أمي دونك مش يواجهوا صعوبات ما ينجموش عندها أمبوسيبل إنهم ينجمو يبلغوا هو اجا نفسر لك الترجمه صارت انا في بالي اللي هي صارت ترجمه واحده يا اخي عملنا موك اكتشفنا اللي هو صارت ترجمتي اما الترجمه اللي نعرفها انا اللي هي تعاملت مع كوتاخ اجتهاد على خاطر مش على خاطر ما نجمناش نترجم ولا معرفناش على خاطر لغه شاره تونسية في طور الانجاز في طور الخلق ثم كلمات مازالوا ما ثم معاني مازلنا ما حطينا لهمش كلمات اللغه ما هيش موحده برشا عملنا الفيديو اما أه سهل المجموعة معينة انهم فهموا حقوقهم اما ما زال ما انتشرش في زمان ما زالت كي صارت التجربة صار يزالنا نعملوا عليها اكثر كوميليكاسيون يزالنا نحاولوا نوصلوها لعدة أشخاص اللي هم موجودين داخل تراب الجمهورية على خاطر الناس اللي حضروا في لي فورماسيون في لي زاتولي وريناهم القانون ومع الترجمة نتاع القانون عملنا دي دو سونسيبيزاسيون جبنا محامين جبنا دي فورماتور زادوا فسروا أكثر من الترجمة على خاطر القانون إيه ترجمناه إيه؟ خاطر القانون لازمنا إيه نترجمه كيف ما هو من غير ما نعطيو دي زيكزامبل وحاولنا نصاحبوا مع انه دي زيكزامبل دي زيكسبيكاسيون ان فيت اون فولغاريزاسيون نتاع القانون والحقوق شنو ما بالضبط باش هما يفهموا خاطر اكتشفنا انه النساء من با يعرفوا مش كيف ما صار احنا الاشخاص اللي ما عندهمش اعاقه كي, كي يسمعوا حاجات في التلفزه دي سبوت دو يشوفوا دي زافيش عندهم لا الم شويه بالموضوع اما الاشخاص اللي عندهم اعاقه سمعيه لا لي زافيش ينجموا يقراوهم لا الحاجات اللي تتعدى في التلفاز قاعدين يفهموا فيهم لا كي يصير حالات نراوهم مثلا ولات تم دي ميشن تيليفيزي يعديو حالات يفسرو ويحكي هما هذا كل مش اكسيسيبل اليوم <applause> 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 ثم برشا حاجات موجوده في القانون راهو احنا الدوله كانت مسبقين في برشا حاجات اه باش نعطيك اكزامبل انه في وخمسة باقتراح من جمعيتنا صار معناتها توجه جامعي انهم يقريوا لغه اشارات في الجامعه اللي هي معناتها حاجه مش موجوده في البلدان اللي بجنبنا والكل حتى في, في, كنا اقرب او اسبق من برشا بلدان اخرى مي الاليات والتطبيق نتاعها هو اللي صعيب وهو اللي يزمو امكانيات اكثر يزمو درجه نتاع وعي اكثر يزم تكون ثم استراتيجيه اكبر باش ينخرطوا فيها الناس كل على خاطر القانون يقول يلزم الاشخاص ذوي الاعاقه نوفروا لهم الاليات يقول برشا حاجات اما ساعة من ناحيه يحط الاشخاص ذوي الاعاقه الكل في سله واحده دوك اللي عنده اعاقه سمعيه كيف ما اللي عنده اعاقه بصريه كيف ما اللي عنده اعاقه ذهنيه كيف ما اللي عنده اعاقه عضويه مي سوفون كي نحكيو على الاليات والاكسيسيبيليتي نتاع الاعاقات الكل اول حاجه نخدموا فيها الرامب هيك اللي موجود ونحاولوا نعملوه وحتى الرومب راهي ما هيش في برشا بلايص الريسبكتو لي نورم دونك معنا حتى اسباس في تونس لا عمومي لا خاص مهيا باش يستقبل أشخاص عندهم اعاقه سمعيه على خاطر ثم برشا اجتهادات لازمهم يتعملوا انه يكون عندي في اللي في, في سامحوني الحاجات فيزوال لازم يكون عندي دي سينياليتيك معينة لازم يكون عندي اشخاص في 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 مثلا نتاع نتاع مركز نتاع سبيطار نتاع بنكه بوستا حدا كمان نجمش نوفر شخص على اليمين يكون عندي سبوت فيديو يفسر بلغه الاشارات شنو اللي يجم يتعمل <applause> اللي طلبناه احنا في الكومباني هذا انه يوفروا لنا مترجمين في مش لازم موجودين في كل وحده خاص مش لازم في كل مركز مش لازم في كل سبيطار مش لازم في كل محكمه يبدا ثم كيف ما عملوا الليسته نتاع المحامين اللي عملوا لهم تسخير باش يمشيو نعملوا قائمه نتاع المترجمين ونعملوا لهم تسخير باش يمشيو للبلايص معينه في حالات قصوى مش لازم موجودين مثل من 8 للنص الليل الموجود غادي خاطر مش باش يكون الطلب عليهم موجود على طول اما مثلا نعملوا زيدا كي قايمه نجموا نعملوا مركز هذيك الفلاني ولا هذيك معروف احنا عندنا تجربه عملناها برابور للصحه عملنا الوحده الصحيه نتاع جبل الاحمر أه فورمي اون فورمي ليكيب نتاعهم تاع الصحة وعملنا حاجات باش الصم الكل كي حاجتهم بكونسلتاسيون حاجتهم بالطبيب يتوجهوا كل للبلاصه هذيك خاطر يعرفوا في البلاصه هذيك يلقاو السيرفيس كي نوليو نعملوا هكا حاجات بيلات مركز انه ينجموا يتوجهوا له وحده خاصه محكمه معينه يكون فيها سيرفيس للاشخاص اللي عندهم اعاقه سمعيه نوليو في عالم اخر نجموا نسهلوا لهم حياتهم نحسنوا لهم الكاليتي دو في نتاعهم خاطر لو كوتيديان اللي عندنا احنا نعيشوه عادي انك تشد التليفون انك تمشي انك تمشي تجبد فلوس من البنك اني نمشي نخلص فاتوره نتاع ضو اني نمشي للسبيطار كي نمرض اني نشد تاكسي الكل راهو ما عندوش نفس المعنى ما عندهم هما